فريق يعمل في منطقة الريبي مديرية قعطبة محافظة الضالة. يقوم الفريق بعمل المسح والتطهير للفرق العاملة في محافظة الضالة التابعة لمشروع مسام. كما أنه خلال شهر نوفمبر وديسمبر عمل الفريق على تطهير حقل تابع لقرية الريبي في منطقة لكمة الدرمة، حيث كانت مساحة الحقل 11200 متر، وتم اكتشاف 3 ألغام فردية وعدد من القذائف من مخلفات الحرب. كون الحقل هذا يقع في منطقة عسكرية كان فيها يعني خنادق دفاعية ويقع على وادي الريبي، وتم استعادة المنطقة هذه إلى الجاهزية، هذه منطقة زراعية والآن يستخدمها المواطنين بكل أمان.